من جديد معكم في ساعة شباب. طبعا في يعني تواصل كثير منكم، أنا أشكركم على تواصلكم دائما معنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما بتظهر على الشاشة. أشكر ضيوف اليوم اللي شرفونا. ضيفنا الأول كان عبد الوهاب الشهري، ومقدم تلفزيوني تحديدا هو ممتاز سعودي، كرس تخصص الإعلامي لخدمة الطلبة خلال التقديم التلفزيوني، يعطيه العافيه ونشكره على جهوده وان شاء الله نتمنى له التوفيق دائما، ويعني يجي السعوديه هنا وما نعرف ايش ممكن يقدم برامج، ولكن مسؤوليه صعبه انه انا ادرس واشتغل في نفس الوقت، ما هي شيء بسيط بالنسبه لاي طالب. وايضا ضيفنا الثاني على الصعيد الفني محمد بعوضان العازف والمغني اللي يعني بيسمعنا الأغاني بإحساس هو وزي ما هو بيظهره، نقول له يعطيه العافية ونشكره على وجوده معنا اليوم. الآن راح نشوف كليب، ومو أي كليب، كليب لفنان العرب محمد عبده وأغنية طيري معي. نشوف الأغنية ونرجع من جديد عشان نختم حلقتنا سوا. انجلترك طيري معي لا يخدعك ترددك تجنحي بحسك وانا بطير كل من الولا. انجلترك طيري معي لا يخدعك ترددك تجنحي بحسك وانا بطير كل من الولا. بتصدقي لو قلت لك اني علي صرت احسدك، ولو تساليني من متى اركض لقلبي واسالك قبلك انا ما كنت انا وعي الخيال يجسدك، وبعدك انا هذه كانت طيري معي لي أبو نورة. هي الفيديو كليب كأنه بيحكي رواية الأسود يليق بك، يعطيهم العافية برضو الأداة كانوا متفقين معي في هذا الموضوع. احنا طبعا وصلنا لنهاية برنامج ساعة شباب، بس أذكركم بشيء سريع، دائما لما تكسروا أنكم تتحركوا تذكروا نفسكم أنه في الحركة بركة، وكل ما تحركت كل ما سبحان الله تفعلت مع الناس اللي حولك، كل ما خرجت العالم الخارجي كل ما زادت فرصك أنك أنت تظهر أو تعلى منصبك إيش ما كان السبب إيش ما كانت الحال. احنا كده وصلنا لنهاية برنامجنا ساعة شباب، ألقاكم بإذن الله غدا في نفس الموعد من 4 إلى 5. معكم كنت طلعت سندي، أقول لكم فمان الله، مع السلامة.